مرحبا يعطيكم العافية. اليوم في عنا فيديو جديد ومهم جدا بالفارماكولوجي. For our students في AUM هذا مهم باللاب, and for the students elsewhere this is important for your labs and for your life. نحكي على topic pain. إذا بدي أعرف pain, pain هو could be defined as whatever the patient says it is. كلمة pain كتير مهمة, بدخل معها كلمة keyword اسمها inflammation. يعني إحنا inflammation عشان to kill the pain أو pain killer كتير مرات بده يكون anti-inflammatory. في الفاميلي الكبيرة هاي anti-inflammatory عندي two major groups. أول group اسمه steroids أو steroidal drugs أو steroidal anti-inflammatory, أو حيكون عندي non-steroidal anti-inflammatory drugs. في topical pain في كمان drug كمان يعني مترافق معنا, هو مش NSAID بس هو اسمه acetaminophen APAP, أو له اسم تاني paracetamol. هذا منسميه أكتر anti-pyretic أكتر من anti-inflammatory, بس لما نحكي بهاي topics لازم نحكي عنه مرات كثير. رح نبلش نحكي بالنونستيرويدلز. What are these drugs? How would they work? إيش الديفيجنز وإيش الديوزز based on their pharmacology. يعني تعلمت صرت أنزل أحسن بس لساتني بغلط في التنزيل, بس محمد شكرا لك ضاعت. شو بعمل أنا؟ أوكي أوف شو بعمل أنا؟ طيب ماشي أوكي محمد, أنت بدك تصير تحرك دائما. طيب الانسايدز, هلا نحكي على البين. كيف ايش بصير عندي في البين؟ البين هو something black for the patients, horrible for the patients. نحكي عنا هاي السيل ميمبرين, في عندي ميمبرين فوسفوليبيدز, بيجي انزيم اسمه فوسفولايبيز A2, بعمل سينثيسيز لماده كتير مهمه اسمها اراكيدونيك اسيد. هلا هذا يعني very important substrate. ليش؟ قدامه two pathways. هاي طبعا pathways احنا ندرسها بالinflammation وله دخل في البين عشان نشوف كيف الانسيدز بده يكون شغال. لو جربت انزل شوي صغيرة اوكي وارجع على البن مرة لا انزل اني بدي اكتب هون محمد شكرا اوكي. هذا الاركيدونيك اسيد عنده two pathways. أول pathway رح يصنع دي من خلاله prostaglandins و prostacyclins. البروستاجلاندين بيهمني هدول inflammatory mediators, يعني بيزيدوا during inflammation and يعني consequently during pain. طيب مين الانزيم اللي مسؤول عن synthesis للPGs من ال AA؟ اسمه cyclooxygenase COX. يعني كل ما زاد الـ PGs راح يزيد الـ pain sensation. اوكي معناته الـ non-steroidals هم drugs راح تيجي تشتغل على هاي الستيب, راح تمنع الـ conversion للـ AA into PGs. فهاي الأدوية بنسميهم non-steroidals, non-steroidal anti-inflammatory drugs. يعني هدول drugs that inhibit الـ COX, COX inhibitors. طيب ممتاز, احنا لو بنكمل الستوري بنلاقي انه السكند باثواي راح يصنع اليوكوتراينز, تحديدا في واحد اسمه LTC4. هذا بيكون موجود اكثر في الوايت بلاد سيلز.
ليوكوسايتس. مين الانزيم المسؤول عن هاي الستيب؟ اسمه لوكس، لايبو اوكسجينيز. يعني هنا كوكس هنا لوكس. ال LTs هدول very potent inflammatory mediators regarding asthma. هدول مريض الأزمة عنده منهم كتير. يعني هذا الباثوي لوكس باثوي could be highly activated بكتير patients من الأزمة. عشان بس حكينا أزمة، في هون drugs هم leukotriene antagonists، يعني they inhibit، لأنه هذا أصلاً كموليكول رح يجي يرتبط مع الريسبتور تبعه، رح يعمل لي bronchospasm، رح يعمل لي أزمة. فمنيجي بنعطي drugs هم inhibitors أو antagonists اسمهم leukotriene receptor antagonist. دواء كتير مشهور اسمه مونتي لوكاست. هذا أورال، بالأزمة إن شاء الله بنحكي عليه بعدين. هنا السؤال اللي بيجي بالإكزامز، واللي مش حتى not for the exam only, it's for your life. ليش مريض الأزمة عنده كونترا إنديكيشن يأخذ النونستيرويدال؟ واللي طبعا هدول كلاس، وفي كمان الأسبرين هو مش إنسيد، بس أسبرين هو another drug inhibits the cox. يعني السؤال why aspirin and NSAIDs are contraindicated in patients with asthma. لو توقف الفيديو ثواني انت مش انا وتفكر فيها. اوكي، اذا هلا انت فكرت فيها راح نفكر بشكل منطقي. مريض الازمة عنده ازمة لانه عنده very high concentrations of these LTs. انا لما مريض عنده ازمة بعاني من السيمتومز ومن الساينز، واجي اخذ اسبرين او نونستيرويدال، انت عملت اللي عليك، عملت بلوك للكوكس باثوي. طيب، طب ما هو ضل عندك الاي اي اراكيدونيك اسيد، انت سكرت الطريق من هون، وين راح يروح الاراكيدونيك اسيد؟ ات ويل بي شيفتد تووردز ذس باثوي. يعني انت من دون ما انت تعني، من دون ما انت تقصد، عم ترفع مستوى ال تيز. انت سكرت الكوكس باثوي، فتحت اللوكس باثوي، زدت لليوكوترينز كتير، زدت عملت اكساسيربيشن. That's why non-steroidals والاسبرين are cautiously used، مرات contraindicated في patients with asthma. كل هذا احنا لسه ما دخلنا بالنونستيرويدالز، مين هم الدرجز في عنا. فهي خلصنا الاول كوشن على الانسيدز اللي هو الازمة، فخلينا نحطها هيك انه بالازمة يعني يا اكس كونتردكيد او كوشسلي يوزد. طيب هل في عنا كمان كوشن تاني؟ عنا كمان اثنين مهمين للنونستيرويدال. اول واحد انه they found that NSAIDs مسؤولين عن الالسر فورميشن بشكل كبير، ألسر بالستومك. كيف؟ They found إنه ال PGs مزبوط they may cause inflammation وهم mediators bad، بس في منهم واحد مهم بالستومك. هذا المهم بالستومك اسمه prostaglandin E2. لما أنا أعمل suppression للكوكس راح أقلل كل الـ PGs including PGE2. هذا وين ميزته؟ هذا مسؤول عن الـ integrity بالـ stomach lining، يعني its own presence. هي أنا عندي الـ stomach، عندي lining بحمي الـ بحمي cells من الـ acidity. هذا الـ lining كل ما كان الـ PGE2 available بيكون أقوى، بالتالي أنا بحمي الـ patient من الـ ulcer. Upon the chronic use ببعض المرضى اللي عندهم risk factors NSAIDs over time we are decreasing the bad PGs للبين. okay، بس includingly بنعمل suppression على PGE2، يعني ضعفنا البارير، ضعفنا اللايننج، فصار المريض معرض أكثر يصير في عنده ulceration. ففي caution في المرضى اللي أصلا عندهم ulcer وبدي أعطيهم NSAID. طبعا هي مشكلة، طب المريض عنده pain
يعني بدك تختار ما بين الألسر ما بين البين، لا في إلها حلول تانية. في عنا كوشن ثالث اللي هو في مرضى الهايبرتنشن. فالكوشن الأول أزم، الكوشن الثاني ستومك أو ألسر، الكوشن الثالث هايبرتنشن. حكينا في اللكتشرز في الجامعة إنه في تعارض، في أنتاغونيزم بين الأنتي هايبرتنسيف ميديكيشنز مع النانستيرويدل، بس ما حكينا كيف. كيف البي جيز بتعمل نورمالي فازو دايليشن بالارتريز اللي بتروح على الكدني، يعني بتعمل انهانسمنت بالرينال بيرفيوجن. لما انت بتعطي اون لونج تايم انسيد، انت كمان يو ار ديكريزينج ذا سينثيسيس اوف بي جيز، بالتالي انت صار عندك فازو كونستريكشن او ليس رينال بيرفيوجن. This will cause pre-renal kidney injury، يعني the kidney function will drop. طيب إيش يعني؟ يعني the amount of the urine will be less، يعني راح يصير عندك fluid retention. أوكي؟ فهون عندنا hypertension تعمل له exacerbation، وكمان بتعمل drop في the kidney function. طيب يعني هدول أدوية معناته can't we use them؟ لا، they are heavily used. هدول are very famous medications. But our role is to check with the patients for asthma. أهم إشي especially تخيل المريض عنده asthma وعطيناه intravenous NSAID بهاي دوز، وكان كنا بسيزن الأزمة وعملت له أنت يعني suffocation، مشكلة كبيرة. الكوشن الثاني في الأزمة في الستومك، سوري، الكوشن الثالث في الهايبرتنشن. طيب معناته مين هم هدول الدراجز اللي يعني الكوكس انهيبيتورز النانستيرويدلز؟ عندنا تو سب كلاسز، عندنا الكونفنشنال يعني التراديشنال يعني الاولد ميديكيشنز. الاولد ميديكيشنز such as دايكلوفيناك، such as ايبوبروفين، such as واحد اسمه نابروكسين طبعاً اكسترا. هلا صار في عنا second generation منهم أو more advanced أو more selective. عنا medications بنسميهم مش COX inhibitors، COX 2 inhibitors. يعني they found after years إنه during inflammation في ال bad PGs بيجوا من enzyme تحديداً اسمه كوكس، أوكي، اسمه كوكس 2. كوكس 2 ما إله دخل بالبي جي اي 2 نهائي، إله دخل في الباد بروستاغلاندلز اللي مسؤولين عن البين سنسيشن. فيعني كان مارفلس very good option في الناس اللي عندهم بين، عندهم كرونيك بين، وعندهم مثلاً ألسر. لأنه the chief advantage للكوكس 2 inhibitors versus النانستيرويدلز العاديين الكلاسيكال الكونفنشنال، انه كوكس 2 inhibitors they decrease pain, they improve the quality of life without interfering with ulcer. اوكي طيب مين هم الميديكيشنز هذول اللي very good option؟ راح ارجع اكتبهم تحت النابروكسين. راحت محمد اشطر، يعني كل واحد اشطر في اشي. اوكي هم عندنا اشهرهم واحد اسمه سيليكوكسيب، في واحد اسمه هو قديم بس احنا نعتبره مرات كوكس 2، ميلوكسيكام، بايروكسيكام، هدول الاقدم كلاسز. سيليكوكسيب هو اشهرهم، سيليبريكس. عندنا ايتيريكوكسيب. يعني مين المريض اللي more likely to receive one of these؟ اللي هم patients مثلاً with chronic pain وعندهم ulcer. طب شو دخلهم في الكدني؟ still ما في strong evidence على هذا الموضوع، بس هدول أدوية عليهم caution في المرضى اللي عندهم cardiac diseases، يعني patients MI، patients في عندهم arrhythmia، في عندي كوشن لاستخدام الميديكيشنز هذه. فلهلا احنا حكينا بالباثوي. لو بدي ارجع انزل يا محمد بعد اذنك شو انا حكيت،
احنا حكينا البين والانفلاميشن والاركيدونيك اسيد باث واي كوكس 1 والكوكس 2 البي جيز البي اوكي واللوكس. ضل نحكي شوي على الاي باب اسيت امينوفين. لو ارجع انزل اوكي هذا ايش الاي باب؟ باراسيتامول يعني. يعني باراسيتامول فيري فيموس باراسيتامول او اي باب او اسيت اي باب اسيت امينوفين. هاد قد ما هو مشهور الميديكيشن احنا وي دو نوت نو ذا اكزاكت ميكانيزم اوف اكشن. وي بيليف انه بيشتغل سنترالي انهبيتس ان انزايم ذات از كولد كوكس 3 والميجر انديكيشن او الميجر يوز انتي بايرتيك. طيب راح اسال حالي از ات سيف for hypertensive patients or with patients with asthma or with patients with stomach problems? Yes. الجواب yes. معناته أنا لما I cannot use the non-steroidal مع الكوشن cases, one of the marvelous options اللي هو الAPAP. طيب يعني هل هذا دواء بدون ولا side effects؟ لا إله side effect. إله سايد افكت مش بالكرونيك يوز. إذا واحد بيستخدمه بالثيرابيوتيك دوز فور مانث ما عندي مشكلة. المشكلة بتصير فيه بالأكيوت انجستشن يعني حالات اللي هي إنه التسمم. واحد يتسمم فأخذ هاي دوز مرة واحدة. الهاي دوز تعمل لي أكيوت ليفر توكسيسيتي. أوكي في له انتيدوت؟ نعم في له انتيدوت. الانتيدوت اسمه ان اسيتايل سيستين. طيب اسال سؤال مين اللي مور افكتيف على البين؟ اللي نحكي واحد في عنده مثلا ارثرايتس او عنده مثلا بيريفيرال بين مين الموستلي موست افكتيف؟ نون ستيرويدال ولا الايباب؟ لا هو الانسيدز ار سوبيريور ان ذير افكتيفنس اوفر ايباب. ايباب احنا بنحبه كثير لانه هو يعني سيفر اون لونج تيرم. ضل عندنا بالنون ستيرويدلز ممكن في البيشنتس اللي انا بخاف استخدم معهم الانسيدز اشتغل معهم بالتوبيكال بريبريشنز. توبيكال جيلز مثلا بتكون كمان فيري جود اوبشن. يعطيكم العافيه جميعا.